حياكم الله من جديد. مع وفرة وكثرة ورش السيارات اليوم وتعدد الخيارات، إلا أن بعض تلك الورش ومراكز خدمات السيارات تعرض خدماتها مقابل أسعار مبالغ فيها، رغم تواضع مهنية معظم تلك الورش وسيطرة العمالة الأجنبية الغير مدربة على نسبة كبيرة من وظائفها. فهل بات مصطلح العشوائية هو المصطلح الأكثر مناسبة وإنصافا لما تشهده ورش صيانة السيارات من تفاوت كبير وغير منطقي في الأسعار دون مراعاة لمصالح العملاء والمستهلكين؟ معي من استديوهاتنا في الشرقية المهندس معاذ الدوسري المختص في قطع غيار وصيانة السيارات. حياك الله معنا مهندس معاذ. الله يحييك، يا مرحبا، أهلا وسهلا. هلا وسهلا مهندس معاذ. بالبداية لو تطلعنا، يعني وش الأسباب والعوامل اللي أدت لارتفاع تكاليف ميكانيكا السيارات في المملكة؟ أولا أشكركم على الاستضافة اللطيفة والتعريف البسيط اللي قدمتوه كبداية لحل المشكلة أو يعني توعية المستهلك في ما يدور في السوق. أولا خلنا بس نتكلم ببساطة عن وضع السوق، وضع صناعيات أو صيانة السيارات في السعودية. الوضع في السوق عندنا للأسف يعني غير منضبط أو ما يمر في حوكمة أو في ضبطية للسوق بحيث أنه يكون منضبط ما بين المستهلك ومقدم الخدمة. طبعا الورش للأسف يعني رغم الأسعار اللي يقدمونها إلا أن يعني خدمات للأسف سيئة بشكل عام، وليس ولكن في يعني ورش جيدة لكن معدودة وتعد على أصابع. ويعني هذه طبعا التفاوت أو عدم يعني التنظيم او العشوائيه ادت الى انه الخدمات تتفاوت، الاسعار تتفاوت، وان الزبون محتار وين يروح وين يجي وما في شيء مرجعي يرجع له. طيب انت قلت انه تحت السوق عندنا يحتاج ضبط، ضبط من ناحيه ايش؟ نعم، يعني مثلا عندك الان الوزاره العامله او وزاره الموارد البشريه مشكوره الان في صدد تطبيق البرنامج الجديد اللي هو عمالة مدربة، راح تمر العمالة من خلال برامج تدريب وبرامج اختبارات بحيث انه تختبر كفاءتها وتأهيلها لنفس الوظيفة اللي تشغلها. فمثلا يجيك عندنا ميكانيكي سيارات اساسا هو ما عمره درس الميكانيكا ولا عرف ايش الميكانيكا، فيجي يشتغل على سيارات بأثمان غالية ثم يسوي فيها مشاكل ومصايب ويستلم العميل السيارة وفيها مشاكل ما يدري عنها إلا بعد ما يطلع من الورشة، يرجع للورشة من ينصفها ما يقدر يسوي شيء، ما في شيء يثبت عليه هذا الكلام. وهو أساسا السوق غالبا يمشي أنه خلاص سلمتك السيارة ما في ضمان على الشغل إلا في المراكز الكبيرة أو المراكز المشهورة المعروفة. طيب هذا التذبذب أو التحول، خلينا نقول بالأسعار مهندس معاذ، وش العوامل اللي تحدد السعر؟ وش العوامل اللي اقول اليوم انه لهم حق والله الورش انها ترفع اسعارها وما لها حق؟ طبعا هو ما في يعني مؤشر ثابت لقياس الاسعار لان سعر الخدمات او الشغلات الخدماتيه تتاثر بالعرض والطلب، لكن بشكل عام تغير اسعار التكلفه او تغير التكاليف التشغيل غالبا في الارتفاع ما تنزل غالبا يعني، ولكن بشكل عام يعني أزمة الكورونا اللي صارت الفترة الأخيرة يعني والجائحة الحالية أثرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد وأثرت على توفير المصانع للكميات المطلوبة في سوق قطع الغيار. طبعا سوى ارتفاع بسيط ممكن من 10 إلى 20%، أضف لذلك أن الورش حتضيف يعني والمراكز الصيانة حتضيف زيادتها حسب كل ورشة وتسعيرتها. طبعا يعني في السوق متفاوت، يعني ممكن أنت الآن تلقى في السوق شيء صيانة ب100 ريال ونفسها نفس الصيانة ب300 أو 400 ريال. إيش التفاوت إيش التغيير؟ طبعا يختلف من حسب التكلفة، من حسب الضمان، وحسب يعني المهارة وحسب التقنية المستخدمة. هنا التفاوت. والله يا مهندس معاذ أنا أعتقد الورش عندنا زي بعض، ما في فرق بينهم عشان نتكلم عن هالتفاوت.
هو للأسف الزين نادر وقليل، لكن للأسف غالب الصناعيات، يعني ما أقدر أعمم، لكن الغالب الصبغة العامة للأسف يعني وضع. وأقربها أقرب دليل على هذا أنك لو طلبت منه أي ورشة ضمان يقول لك ما أقدر أضمن لك شيء، أشتغل لك أسلمك السيارة انتهى موضوعك. وهذا يدلل على ايش؟ هذا يدل على أن ما في يعني زي ما تقول يعني تنظيم خاص فيهم يضمن حقوق المستهلك. طبعا حماية المستهلك مشكورة، وفرت الشغلات أو الأشياء الأساسية، لكن ما زال قدامها المزيد من الأشياء اللي تشتغل عليها حتى تعطي لمستها على أرض الواقع بشكل كبير. وزارة التجارة أيضا من مشكورة وقدامها المسؤول عن تركيز هذا كبير. القطاع تحديدا؟ انا كنت بسالك من الجهة المسؤولة اليوم عن تنظيم القطاع وحل الفوضى اللي قاعد يعيشها القطاع؟ هذا القطاع يعني المفروض أن يكون تحت وزارة التجارة بالتنسيق مع حماية المستهلك. حماية المستهلك دورها في الغالب إرشادي، وزارة التجارة بالغالب دورها تنفيذي. فوزارة التجارة المفروض أنها تكثف التوعية والتنظيمات اللي تخص حقوق المستهلك، اللي يقوم بدوره في ضبط الجودة وضبط الأسعار. يعني مثلا لو صار في يعني نوع من المراكز الكبيرة أو المراكز يعني كفرص استثمارية قائمة في تنويع المراكز الصيانة، حيث حيكون بإذن الله في يعني ثبات أكثر أو ضبطية أكثر للأسعار، بحيث أنه حيكون المعروض كثير مقابل الطلب. خليني اخذ مثال عندك بالشرقيه مهندس معاذ، انت في المنطقه الشرقيه تفضل تفضل. التقارير الصحفيه كثيره ترى، صحيح والشخص يقدر يرجع ويشوفها اللي يبغى يتاكد من كلامنا. كثير من اهل صحيح الشرقيه ما يصينون سياراتهم بالمنطقه الشرقيه، يطلعون لدوله خليجيه ما نبغى نسمي، بس كلنا عارفين من هي الدوله الخليجيه، 20 كيلو ترى جنبكم، يروح صحيح يصين صحيح هناك ارخص له 60-70% ويرجع. ليش؟ وجودة أفضل ترى على فكرة. كلام صح، كلامك صحيح، أنا أتفق معك في هذه الجزئية، لكن هذه نسبة قليلة عممت على الكل. هذه أنت تتكلم عن سيارات محدودة، مثلا عندك سيارات أقدر أسمي لك إياها إن كانت تحب، مثلا يعني سيارات اللي هو الأوروبية أو سيارات. لكن إذا جيت على السيارات الثانية ما أعتقد أنه حتكون بنفس الطريقة، حيكون عندنا هنا الوضع يعني ممكن تكون أضمن وأشمل، لأن أغلب المستهلكين أو الشريحة الكبرى ما تصين في الوكالات، تصين برا الوكالات. فنعم في سيارات صح، نعم هناك بتكون، لكن هاي نسبة محدودة وبسيطة. طيب خليني من الورش، خليني من الورش الخارجية تفضل. أو الورش اللي بالصناعية، أبغى أروح للورش اللي يملكها الوكلاء، وكلاء السيارات، اللي الشخص تمام يشتري سيارة ويكون عنده ممتاز. ضمان 3-5 سنوات. إذا أنا عندي ضمان 3-5 سنوات، ليش ما يلجأ الناس للوكيل؟ هو صحيح نعم، الضمان ما يشمل الصيانة الاستهلاكية، الضمان فقط يشمل الأجزاء اللي صنعها مصنع السيارة بدور الوكيل يقوم بضمانها كجودة وأداء. لكن كقطع استهلاكية أنت مضطر كمستهلك تصين سيارتك، وللأسف يعني بعض وليس الكل، وهذا يمكن سابقا الآن بس وش مع أنا جهود أسعارهم؟ وزارة التجارة الكبيرة. أسعارهم أسعار قصدك الوكالات؟ أي ورش الوكالات أو صيانة الوكالات؟ ورش الوكالات او مراكز صيانه الوكالات بالغالب حتكون اغلى من السوق، لان تتكلم عن عده امور. اول شيء يعطيك يعني خدمات مقابل السعر، لكن الناس طبعا لو الوكالات كانت مضبوطه كان ما رجعوا للسوق او الصناعيات، لانه طبعا عندك الاسعار متفاوته بشكل كبير. يعني اللي ممكن تسويه بالمراكز اللي هو الوكالات ب 1000 ممكن برا تسويه ب 700 ب 600 ممكن اقل حتى. ما هو بس مشكلة القطع، مشكلة الوقت. يعني هو ياخذ منك نعم السيارة صح، يقعد له شهر الوارد شهرين، يقعد له شهر صح يجيب القطع، صح صح يقعد له نعم شهر يخليك تنتظر، صح. وانت يخليك هو ويخليك تنتظر تروح تستأجر سيارة وتتحمل تكاليف صح، ثانية. طيب والحل؟ هو صدقت نعم، الآن مع جهود وزارة التجارة اللي سووها صراحة مجهود كبير في أن ضبط وقت توفير قطع غيار، ضبط السيارات البديلة، ضبط وقت التسليم السيارات، يعني هذا كله جالس يخفف ويحد من مشكلة وتفاقم الأزمة. لكن بشكل عام صح نعم، هو مقارنة لو قارنت مثلا وكيل مع وكيل، نعم من تشوف أنا أتفق طيب معك الأسعار، أنه تشوف الأسعار أسعار دول مضبوطة؟ أخرى. جيد، الوقت مضبوط وكل شيء. طيب الأسعار مضبوطة؟
بالنسبة للوكالات لا، الأسعار يعني في نظري أنا شخصيا، ما أصين في الوكالة إلا الأشياء ليش؟ اللي يعني خلاص محتد عليها، ليش؟ لأن صراحة أول شيء الوقت، وثاني شيء عندك اللي هو الأسعار. يعني قلت لك الأسعار مقابل الخدمة، يعني أنا عشان آخذ خدمة تليق بالسعر هذا مفروض أنه يعني يكون في توازن، عرفت كيف؟ مفروض يكون في توازن. فأنا مثلا آخذ سعر ضعف السعر اللي مثلا برا أو في زي ما ذكرت أنت في دولة أخرى. طبعا أنت لما تروح دولة أخرى في عندك مشكلة، أنت خسرت الضمان، ولما تعطل سيارتك كيف حتروح؟ يعني مشاكل ما بعد البيع. لكن أنا أتكلم من حيث توازن السعر والخدمات المقابلة، عرفت كيف؟ فلازم يكون في توازن. وطبعا ترى طبيعة الأسواق عرض وطلب، يعني لو صار الزبون أكثر يعني، وهو طبعا كذلك الآن فترة عن أول بشكل كبير، حيكون أكثر يعني زي ما تقول وعي، وأكثر مع حملات الحكومية اللي قائمة، بالطبيعي الأسعار حتضطر أنها تتغير، وحتضطر أنها يعني تلجأ إما تقدم خدمات مقابل أسعار مناسبة، ولا حتتغير يعني، حتشوف عروض، حتشوف شغلات، حتشوف والله أشياء يا مهندس معاذ، احنا بديلة يعني. عندنا واحد من الزملاء بالفريق هنا اليوم، نعم سيارته من نوع السيارات الفور باي فور الامريكيه، قطعه تمام سأل عنها في الوكاله ب 3000 ريال، سووا له خصم 2600. ممتاز. نفس الوكيل في تمام مصر باعها لها ب 500 ريال، وش هالطلب على هالقطع حقه الميكانيكا اللي يخليها تزيد 4 اضعاف؟ طبعا هو شوف، تسعيرات ترى ترجع لحسب الوكالة. أحيانا الوكيل نفسه يكون أنا ما دافع الوكالة، لكن يكون الوكيل أساسا شاريها من اللي هو شراه الزبون منه ب 500 ريال، وأحيانا يكون هو أساسا طالبها غالي، وأحيانا يكون رافع سعرها بحكم أنه يعني ممكن مسائل احتكارية أو شغلات زي هذا القبيل. لكن بشكل عام الزبون هو من يحكم السوق، مش المقدم الخدمه يحكم السوق، لان الاسواق وجدت لخدمه العميل. الحمد لله الان في سوقنا كثير من البدائل، وكثير من الشغلات اللي يقدر الزبون يعني يختارها، وفره ولله الحمد، نشهدها بعكس اسواق اخرى. يعني ممكن اسواق اخرى تروح بس اي للوكيل، لا عندك هنا في خيارات كثيره غير الوكيل. واضح. تفضل. استاذ احمد الحربي ينضم معنا عبر الهاتف المختص بالسيارات، حياك الله معنا استاذ احمد. أنا حياك الله استاذ يا هلا جمال وسهلا. وضيوفك الكرام. الله يحييك استاذ احمد. لماذا هناك تباين باسعار ورش السيارات، ولماذا هذه الاسعار المبالغ فيها، ما السبب؟ طيب اولا انا ما كنت معكم في السابق الحديث، ف خلينا نقسمها الى قسمين، في عندنا الوكالات، وكالات السيارات، وفيه الورش الخارجيه. تمام. راح ابدا الحديث بالورش الخارجيه. ورش الخارجيه في فعليا مشاكل في التشغيل، يعني اي مستثمر حاب يفتح في هذا القطاع راح تواجهه مشاكل كثيره، اهمها عدم توفر العماله الفنيه المدربه. ففعليا العماله الفنيه المدربه تعتبر عمله نادره، كثير من دول العالم لو تكلمنا عن دول اقل مننا تقدما عندهم معاهد تدرب الفنيين سواء من ابناء البلد او حتى من الاخوه المقيمين. عندنا هنا الكلام هذا غير موجود نهائيا، يعني ما في عندنا غير الكليات التقنيه المعاهد المهنيه واللي تخرج اعداد تعتبر قليله ومعظمها لا تعمل في سوق السيارات حتى بعد ما تتخرج. فعدم وجود العماله يجعل الامر هذا صعب جدا على المستثمرين، بل خليني اقول احنا اكبر معهد على مستوى العالم لتدريب العماله العشوائيه، احنا نجيب عماله كمستثمرين في هذا القطاع وندربهم، وبعد ما نخلص تلاقيه تركك ومشى اما للعمل مع مع الأسف. منافس او للسفر للدول الاخرى. فانا اشوف انه احدى اكبر المشاكل هي عدم وجود معاهد للتدريب. ترى كثير من دول العالم الوكلاء نفسهم ومصنعين قطع الغيار موفرين معاهد للتدريب، يعني راح اذكر بالاسماء، على سبيل المثال معاهد سي ديلكو منتشره في كثير من دول العالم ما لها اي وجود عندنا في السعوديه، فهذا واحد من الاسباب. لا عندنا المعهد الياباني للسيارات بس مو بكافي، اعداد قليله جدا من الفنيين، وطبعا ما يدرب الا السعوديين، واحنا نعرف خلينا نتكلم بصراحه يمكن 99% من اللي يعملون في هذا القطاع هم من الاخوه المقيمين. فاذا انت تدرب لي سعوديين ولا يتجهون الى هذا السوق او يعملون فقط مع الوكلاء، فالسوق بحاجه الى عماله فنيه مدربه. انا بالنسبه لي يعني واضحه النقطه هذه، النقطه اللي بعدها، النقطة اللي بعدها قطع الغيار. قطع الغيار خليني أتكلم بمصداقية، أولا هي أشبه ببورصة، ترى في بعض القطع
ممكن يكون اليوم سعرها رخيص وبكرة سعرها غالي بناء على توفرها من المصانع وكذا. ولكن في كثير من دول الجوار في عندهم قطع مستعملة، احنا بالنسبة لنا وانا مؤيد لذلك يمنع عندنا بيع قطع غير المستعملة المستوردة من الخارج، ولكنها قاعدة تباع في التشاليح، فمن عارف ايش الفرق. ما هي مستخدمة يا مهندس احمد، ما هي مستخدمة، انا اتكلم عن قطعة جابها شخص من الوكيل. من الوكيل. انا شوف انا لست مدافعا ولا مبررا للوكلاء، ولكن حاول اوضح لك امر مهم يحدث احيانا. في كثير من الاحيان انا بنفسي اروح اشتري قطعة غيار من عند الوكيل اليوم والقاها ب4000 ريال، تمام؟ اجي الشهر الجاي اشتريها ب1500 من عند نفس الوكيل ونفس القطعة. القطعة احيانا خصوصا القطع الالكترونية تكون مجددة، فعلى حسب الستوك اللي موجود عنده حيبيع لك. إذا موجود عنده القطعة الجديدة حيبيع لك إياها بسعر، إذا موجودة عنده القطعة الريمين فاكتشر أو المعاد تصنيعها حيبيع لك إياها بسعر أقل. هذا لا ينفي طبعا أنه قد تجد أسعار قطع غيار في خارج المملكة بأسعار أقل، ولكن للأمانة أسعار القطع الجديدة الأصلية لدى الوكلاء تعتبر أسعار يعني خلينا أقول معقولة مقارنة بالدول الأخرى إذا ما تكلمنا عن أسعار قطع الغيار الجديدة. طيب أنا بس برجع النقطة ذكرتها، قلت أنه إحنا مشكلتنا الأساسية أنه اليوم القطاع هذا ما فيه عمالة مدربة، صحيح؟ صحيح. المفترض صحيح. أنه أنا لما يصير عندي عمالة مدربة تكون التكلفة عندي عالية لأني أنا مدرب ناس صحيح. تعبان عليهم. المشكلة أنه اليوم أنه أنت ما عندك عمالة مدربة، هذا شيء ثابت إحنا متفقين عليه كلنا، ما في عمالة مدربة. مع ذلك الأسعار لا زالت مرتفعة في الورش الخارجية ولا زالت ترتفع أكثر وأكثر رغم عدم وجود عمالة مدربة. صحيح. خلينا أتكلم معك بطريقة أخرى أستاذ جمال، كيف حكمت عليها أنها مرتفعة؟ هل في عندك قائمة للتسعير؟ ما هو هنا إحنا أصلاً ما في عندنا طريقة ثابتة للتسعير، يعني معظم دول العالم المتقدمة الفنيين اللي يعملون في هذا المجال تلقى الفني مصنف، والفني هذا يعمل الساعة بكذا كذا، وأحياناً مصانع السيارات فعلى سبيل المثال خليني أقول تغيير قطعة ميكانيكية محددة، المصنع يحدد وقت للفني يقول القطعة هذه يجب أن تتغير خلال مدة أقصاها ساعة، وأجر العامل هذا خلينا نفترض في الساعة 100 ريال، إذا في عندنا تسعيرة ثابتة. هنا إحنا سوقنا ما في أسعار ثابتة، ما في أي طريقة ثابتة للتسعير، فمعظمها اجتهادات وعرف، يعني تم التعارف على أنه والله تغيير الفحمات قيمتها كذا، لكن بالأخير ما في تسعيرة ثابتة نقدر بناء عليها أن نقول والله السعر مرتفع ولا السعر منخفض. أنا بصدق أتكلم، أسعار أجور اليد عندنا في المملكة ليست أسعار مرتفعة مقارنة ببعض الدول، بل بعض الدول تخيل أنه وصلت عندهم القوانين إلى مرحلة أنه يقول لك الساعة الفني في السيارة هذه ب$100 على سبيل المثال، تمام؟ حتى لو ما صلحها حياخذ $100، تخيل حتى لو ما صلحها راح ياخذ $100. فهنا نيجي في مشكلة تسعير، ما في عندنا طريقة ثابتة طيب. للتسعير يعملون فيها الورش، لذلك كل واحد يجتهد وقد تجد أسعار عادلة عند البعض، قد تجد أسعار مرتفعة عند البعض، قد تجد أسعار تخرج منافسين من السوق برضو عند البعض. طيب أنت بس بتوقف عند نقطة صراحة شدتني يا أخوي أحمد، يعني تقول أنه قطع الغيار عند الوكالات معقولة أسعارها؟ أنا بحكم عملي في هذا المجال وأشتري بشكل يومي من قطع غيار سيارات مختلفة ما بين أمريكية إلى يابانية إلى المعظم، ما راح أقول الكل، المعظم أسعارهم جدا عادلة بالنسبة للسوق العالمي، ليس الكل ولكن المعظم. غير كذا يعني ما ننكر أنه أحيانا. طيب أنا عندي 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 حالة ذكرتها لك قبل شوي، قطعة وكيلها اليوم بالسعودية لشركة أمريكية يبيعها ب3000 ريال وبعد التخفيض أعطاها 2600، نفس الوكيل في بلد آخر باع له نفس القطعة ب500 ريال. شوف ما أقول في صحة كلامك شيء أخ جمال، ولكن إذا جينا نتكلم عنها عن حالات فردية أنا مستعد الآن أعطيك عدد ميب حالات يا أحمد، ميب حالات يا أحمد. لا لا أوكي شوف شوف زي ما ذكرت لك أعيد وأكرر أنا لست مدافعا عن أي وكيل هنا، لكن فعليا ما أنكر كلامك صحيح، في بعض القطع قد تجدها في الخارج أقل والعكس، لكن لازم تبحث عن الحالة وتشوف أسبابها. يعني خذ مثال أحد الوكلاء وأنا أقف له احتراما دون ذكر اسم، حاط
لك كل قطع الغيار على موقعه على الانترنت، يقول لك تعال دخل رقم سيارتك هنا وشوف اسعاري، عجبك ولا روح اشتري من عند جاري. هذا مثال يحتذى به، اتمنى فعلا انه كله كلامنا كذا. ولكن كلامك صحيح في بعض القطع، انا اذكر لك مثال، قطعه واحده تركب على ثلاث انواع من السيارات، تمام؟ وجدت عند وكيل ضعف في السعر عند الوكيل الاخر، مع انه هي نفس القطعه. ما انكر الحالات هذه موجوده، نعم. ولكن في لها اسباب. يعني ناخذ مثال، احيانا في نهايه العام لما يكون عند اي موزع او اي وكيل ستوك عالي من القطع، ممكن يصرفها للسوق باسعار اقل، تجد في الفتره الحاليه اسعارها منخفضه، اول ما تبدا تشح من السوق راح تلقى اسعارها مرتفعه. يعني سوق كبير جدا ما نقدر نحكم عليه بسعر قطعه واحده. شكرا جزيلا لك احمد الحربي المختص بالسيارات. مهندس معاذ، ما تبقى عندك يمكن كثير من الوقت، لكن انا بسالك كونك مختص يعني في قطع غيار وصيانه السيارات، كيف يستطيع الشخص العادي اليوم الغير مختص ان يتعامل مع ارتفاع الاسعار اللي حاصل اليوم، سواء فيما يتعلق بقطع الغيار او ما يتعلق بصيانه السياره في الورش الخارجيه وفي الوكالات؟ تمام، انا انصح اي مستهلك او اي زبون عنده سياره يبغى يسوي لها صيانه ان يبحث عن البدائل. ترى في بدائل في سوق الحمد كثيره جدا. يعني انت الان لو فتحت google.com.sa وبحثت في السوق السعودي حتجيك بدائل كثيره جدا، يعني بضمان واشياء مرخصه وتحت اشراف وزاره التجاره. هذه المفروض انك انت تستغلها وتستفيد منها. بشكل عام مراكز الصيانه اللي ما تقدم لك ضمان على الشغل ولا تضمنه بفاتوره او بورقه ابعد عنها، لان اذا رحت حق احد وقال لك اضمن لك شفهيا، اعرف اذا استلمت سيارتك مع السلامه، ما عاد يضمن لك شيء، خلاص سلمك السياره مع السلامه. فدائما خذ شغل مضمون بفاتوره، وايش سواء قطع سواء صيانه سواء اي شيء تسويه مضمونه بفاتوره، وبإذن الله أمورك السليم. حتى لو كان السعر أعلى بشوي، ولكن في سبيل لك تكون بديل من الأسعار المرتفعة اللي أنت يعني وجدتها سابقا، هذا كخيار. وطبعا الزبون بلا شك يعني يعرف كيف يجد البدائل، ولكن نصيحتي لا تبحثون دائما عن الأرخص، لأنه في توجه في السوق الآن بحكم الأسعار أنه دائما يدورون الأرخص. أنت ممكن توفر اليوم 100 ريال 500 ريال تخسر مكينتك، تخسر غيرك، تخسر سيارتك اللي دفعت فيها 100,000 أو 200,000. فالواحد يعني ينتبه هذه الشغلات. نعم. وإن شاء الله دمتم سالمين. شكرا جزيلا لك المهندس معاذ الدوسري المختص في قطاع غيار وصيانة السيارات. أخيرا للأشخاص المهتمين واللي يتابعون اليوم أسعار الخدمات تحديدا المرتبطة في إصلاح السيارات وصيانة السيارات أو قطع غيارها بشكل عام، أتمنى من الجميع اليوم قبل ما يتجه إلى هذه المحلات أحيلكم إلى موقع الهيئة العامة للإحصاء متوسط أسعار الخدمات، راح تحصلون من خلاله التباين والتفاوت اللي حصل اليوم من أسعار غيار الزيت إلى إصلاح القطع إلى إصلاح السيارة. كل هالأسعار هذه موجودة وتستطيعون المقارنة فيها. عموما المؤشرات تظهر ارتفاع في صح أنها ارتفاعات يمكن طفيفة في بعض الخدمات، لكنها تظهر ارتفاع قائم موجود في صيانة السيارات، ولمن يريد يمكنه التأكد يمكن من خلال موقع الهيئة العامة للإحصاء. بعد الفاصل لنعود.